كلية الآثار واحدة من الكليات التابعة لجامعة سوهاج. تعمل كلية الآثار بجامعة سوهاج على إعداد خريجين مؤهلين علمياً وعملياً ومكتسبين المهارات المطلوبة التي يحتاجها سوق العمل في الحقل الأثري. وتمنح جامعة سوهاج درجة البكالوريوس في الآثار ومدة الدراسة 4 سنوات مقسمة إلى فصلين دراسيين في كل عام. وتتكون الكلية من الأقسام العلمية الآتية: قسم الآثار المصرية، قسم الآثار الإسلامية، قسم ترميم الآثار. شروط الالتحاق بالكلية: أن يكون الطالب حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. وتقبل الكلية أيضاً الطلاب الذين يتم تحويلهم من كليات جامعية مناظرة اجتياز الكشف الطبي. شروط القبول في أقسام الكلية: يتم توزيع طلاب الفرقة الأولى على الأقسام حسب رغبتهم وبناء على مجموعهم، بحيث لا يزيد عدد طلاب القسم الواحد عن 35% من إجمالي الطلاب المرشحين. مقررات الفرقة الأولى بالكلية: قسم الآثار المصرية، قسم الآثار الإسلامية، قسم ترميم الآثار. ويقوم طلاب الفرقة النهائية برحلات علمية كجزء مكمل لدراستهم النظرية لمدة لا تقل عن 50 ساعة لزيارة بعض الأماكن المتعلقة بمجال دراستهم. وتقوم أقسام الكلية بعمل تنقيبات أثرية لتدريب طلاب الفرقة الرابعة. الوظائف المتاحة لخريج كلية الآثار: مفتش آثار، أمين متحف، مرشد سياحي، العمل في مجال التدريس، العمل في مجال ترميم الآثار. الدراسات العليا بالكلية: تمنح جامعة سوهاج الدرجات العلمية الآتية: درجة الماجستير في الآثار، درجة الدكتوراه في الآثار، درجة دبلوم الآثار المصرية، درجة دبلوم الآثار الإسلامية، دبلوم ترميم الآثار شعبة الترميم الدقيق، دبلوم ترميم الآثار شعبة الترميم المعماري. للتواصل والاستعلام